الآن قوى التغيير. مضت 10 أشهر على إجراء انتخابات تشرين، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة من معالجة الأزمة السياسية المستفحلة منذ سنوات، بل والإصرار على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية وصراع المصالح الضيقة، أدى ذلك إلى عجز مجلس النواب عن تأدية مهامه الدستورية واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست آثارها السلبية على عموم أبناء شعبنا وباتت تهدد السلم المجتمعي. وفي ظل التطورات السياسية والميدانية الحاصلة، اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية هذا اليوم الثلاثاء 2 آب وناقشت مجريات الأحداث المتصاعدة وأكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل بالطرق السلمية الذي يفضي إلى بناء دولة المدنية الديمقراطية القائمة على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية. وتشدد قوى التغيير على أنها لم تكن ولن تكون جزءاً من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم. ومن منطلق الحرص على مسار البناء الديمقراطي، فإننا ندعو إلى 1. حل مجلس النواب الحالي وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من أجل تحقيق ذلك بالوسائل الممكنة. 2. تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي تكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير، وتشمل محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين، تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة، اتخاذ إجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة، الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين، كما تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات إجراء الانتخابات العادلة والنزيهة بإشراف أممي، ومنها تطبيق قانون الأحزاب بما يمنع الفاسدين والأحزاب التي لديها أذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية، ضمان استقلال المفوضية العليا للانتخابات. وندعو بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى دعم تطلعات العراقيين في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي ورعاية حوارات قواها السياسية الوطنية. إننا في هذا الظرف الحساس نؤمن أن مشروع التغيير السلمي يتطلب إجراءات ملموسة في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخرق التوقيتات الدستورية. ومن أجل تحقيق ذلك نتوجه بالدعوة الصادقة إلى كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية والحراكات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين إلى توحيد الجهود والعمل لأجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي الذي يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا في وطن مستقر ومزدهر. ونؤكد إننا بصدد الإعداد لمؤتمر وطني جامع من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوة التغيير، الموقعون، البيت الوطني، حزب الوعد العراقي، البيت العراقي، حزب الشيوع العراقي، حزب الأمة العراقية، الجبهة الفيلية، التيار الاجتماعي الديمقراطي، حزب أبناء النهرين، المجلس التشاوري، حركة تشرين الديمقراطية، حركة نازل آخذ حق الديمقراطية.